I give the floor to the distinguished representative of the International Service for Human Rights. السيد الرئيس، هذا بيان مشترك من الخدمة الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الحقيقة والعدالة. أنا المحامي أنس دلو، أحد مؤسسي عائلات الحقيقة والعدالة، وعم الشاب عبيدة دلو، والذي اختطفته هيئة تحرير الشام منذ عام 2014 وهو قاصر لا يتجاوز سنه 16 عاما ولا يزال مختفيا قسريا. حاله كحال عشرات آلاف المخفيين قسرا على أيدي كل أطراف النزاع في سوريا وعلى رأسهم السلطات السورية، حيث لا يزال الإخفاء القسري نهجا متبعا في سوريا منذ عام 2011 لكسر إرادة الشعب السوري، وترتكبه كافة الأطراف المتنازعة على الأرض، ويتعرض المعتقلين إلى القتل أو التعذيب والعنف الجنسي والجنساني، ومع كل صاعد للنزاع تزيد الانتهاكات ويزيد عدد المخفيين قسرا. منذ أيام حين كنت أفر مع عائلتي من تحت سقف بيتنا الذي دمره الزلزال، لم أستطع إلا أن أفكر بأولئك المخفيين قسرا الذين لا يملكون حتى رفاهية الهروب، ومئات من عائلات ضحايا الاعتقال والإخفاء القسري التي تضررت وتأذت بخسائر بشرية ومادية جسيمة، كما أن اغتنام النظام لهذه الكارثة للتغطية على الدمار الذي تسببت به عملياته العسكرية زاد من خوفنا وخوف عوائل المفقودين تصفية من تبقى على قيد الحياة من أحبائنا. لذلك وليوقف عن معاناة عوائل المختفين والمعتقلين، نحن نحث الأمم المتحدة على أن تأخذ دورها الحقيقي وتتحمل مسؤوليتها في هذه الأزمات الإنسانية الكبيرة، وذلك عن طريق تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ونطلب من الدول الأعضاء دعم إنشاء مؤسسة دولية تعمل على كشف مصير أحبائنا المفقودين وضمان مركزية دور الضحايا فيها في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستنادا على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. شكرا جزيلا. Thank you. Thank you.